70% من الشعب الجزائري متكون معظمه من الشباب. وكان للصدفة أني تلاقيت شابين من كنت في حافلة رايح من حي من أحياء أبو زرعة إلى الجزائر العاصمة، وين واحد كان سائق والآخر كان في الشارع. اسمه اللي كان في الشارع كان حبس الحافلة، وهذا المشهد ما قدوش نشوفوه في بلد واحد آخر. وين نشوفوا اللي كان بيناتهم تبادل، وكان بيناتهم لحظات من الفرحة والسعادة اللي بالك نساتهم عن كامل اشغالاتهم اليومية ولا اشغالاتهم العائلية. الشعب الجزائري هو الشعب اللي ربطته الفرحة والأخوة، ما يباليش بالصعوبات وياخذ الابتسامة كوسيلة باش يخلي دايما أمل كرفيق له في حياته. هواري بوشناق مصور.